يسأل عن حكم الشرع في قضية والدي قال عنها عندما توفي عام 83، وحملنا أمانة بأن يدفن في المقبرة في الدور الثاني، علما بأن المقبرة مشتركة بيننا وبين أولاد عمي ودفنه في الدور الثاني، فهل هذا حرام أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا مباح، يعني كونه يدفن في الدور الثاني أو في الدور الأول أو في المقبرة الفلانية، المهم أن تكون المقبرة مقبرة مسلمين، أن يدفن مع المسلمين، ولا يلزم أن يعمل بوصيته إلا إذا كان له وجهة نظر صحيحة، إن كون المقبرة التي حذركم من دفنه فيها لا تصلح، كونها يأتيها مياه أو يأتيها أشياء أو يتطرق فيها الناس، فإذا كان هناك غرض صحيح فإنكم تدفنونه في المكان اللائق. أما إذا كانت المقبرة صالحة وليس هناك محذور من دفنه في أي مقبرة الدور الثاني أو الأول، فالأمر بالخيار الحمد لله، والمسلم ليس له إلا عمله في أي مكان دفن. جزاكم الله خيرا. مضى الأمر شيخ صالح، مضى الأمر ودفن في الدور الأول، فما هو توجيهكم لهم الآن؟ ماذا سبب ذلك؟ ما دام الدور الأول صالحا للدفن والمدفونون فيه هنا المسلمين، الحمد لله حصل المطلوب. جزاكم الله خيرا.